فانت بتقول ان هو قد قد جرى الدليل وتخلف المدلول او اثباتي او ان يكون بالاظهار، قد يكون تمكين الحكم عن طريق مثاله. اذا قال ناقل قال ابو حنيفه رحمه الله النيه ليست بشرط في الوضوء. يقول السائل، احنا قلنا بقى ايه بقى، لابد من ايه، من الاستفسار ما امكن. وقلنا قبل كده قلنا الاستفسار ما امكن ليه؟ عشان يبقى يعني نضيق مساحه البحث ونختصر. فبعض الناس لما تيجي تجد نقاشاتهم سواء في المنتديات ولا على الدش ولا بتاع، تلاقي ايه، تلاقي المذيع يخش يقول لك لا لا خلينا نخش في المفيد. لا بالعكس، احنا نطول الكلام في المقدمات ونخلي المفيد، لو عندي مثلا الحلقه ساعتين نخلي المقدمات ساعه ونص ونخلي المفيد نص ساعه، لان خلاص طالما قرر كل شيء انا انتهي. لكن نخش واحنا او ندخل في هذا المفيد ولن تتقرر المبادئ ما منوش فايده خلاص. فهو بيقول لي ايه، النيات ليست بشرط في الوضوء. قبل ما اقعد اوجع قلبي معاه بالدليل وارد عليه واستفسر منه ما النيات وما الشرط، واحنا قلنا الاستفسار ما امكن. تمام. وقلنا ليه ما امكن؟ لانه هو يعني في اشياء لا تطلب. اذا كان مثلا اذا كان هو يعني ينقل فليس يعني ليس من يعني ليس منصبه الاستدلال، ليس منصبه الاستدلال. فاذا انت طلبت منه الدليل يبقى انت ايه يعني طلبت ما لا يمكنك طلبه، لان هو ناقل، وطالما ناقل يبقى منصبه ايه، النقل، وظيفته تصحيح النقل وليس الاستدلال. عشان كده قلنا يعني يستفسر ما امكن. فلو انا انقل شيئا فهل انت يعني يمكنك ان تسالني عن الدليل؟ لا، يعني ده ليس بالامكان. فبيقول ما النية وما الشرط وما الوضوء. فبعدما بين تعاريفها كما مر معنا هذا الكلام سابقا، يؤاخذ بتصحيح النقل، فيقال له من أين تنقل أنه قال أبو حنيفة رحمه الله ذلك؟ فيقول القائل مثلا قد صرح به في الهداية، يبقى كده صحح النقل ولا لا. لكن الشيخ بيقول لكن في زماننا لما نشأ الكذب والمجادلة والمكابرة لا يكفي هذا القول، بل لا بد من أن يرى ما نقله، تجيب النسخة وشوفها بعينيك. تمام. فأنا بقول هذا الكلام اللي قاله الشيخ ده أغلبي. الشيخ الشارح ده 1083 هجرية، يعني القرن الحادي عشر. ودلوقتي أفسد نكمل ولا عايزين تروحوا بعد الظهر يعني؟ لا زي ما تحبوا يعني. كمل. انا مش شايف البتاع ده. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين. وبعد، نكمل إن شاء الله في البحث والمناظرة من كتاب الرشيدية، وكنا قد وصلنا عند قوله ويؤاخذ أي الخصم بتصحيح النقل إن نقل شيئا. لأن احنا قلنا هذا الخصم إما أن يكون ناقلا وإما أن يكون مدعيا، فإن كان ناقلا أوخذ بتصحيح النقل. طب وإن كان مدعيا؟ إن ادعى نظريا أوخذ بالدليل، وإن ادعى بديهيا غير أولي أوخذ بالتنبيه. طيب فقال لي زي ايه، خلاص احنا قلنا ثم عطف على قوله بتصحيح النقل إلى آخره، عطف ايه قوله وبالتنبيه. طبعا ده لو ادعى بديهيا أوليا، أو الدليل إن ادعى نظريا. قال لي وبالتنبيه او الدليل ان ادعى بديهيا خفيا او نظريا مجهولا، يبقى ده لف ونشر ايه؟ مرتب، مش كده؟ تمام. اي يؤاخذ بالتنبيه ان ادعى بديهيا خفيا. وادي المثال اهو، كما اذا قال اهل الحق، دي هتيجي معانا ان شاء الله في النسفيه. بس هنقعد فيها وقت يعني عشان ما تزهقوش يعني. لا دي هذه المقولة يعني حقيقة الأشياء ثابتة، والعلم بها متحقق خلافا للسفسطائي.
مش النسفيه نفسها، لا في حتت هنجري وحتت هنقف يعني. اذا احيانا الله عز وجل، كما اذا قال اهل الحق حقيقه من حقائق الاشياء ثابته، فيقول السفسطائي، المقصود بالسفسطائي هنا السفسطائي العنادي، يعني طبعا هم ثلاث فرق اللي المقصود به هنا العنادي، بأي تنبيه تقول؟ يبقى هنا المسألة دي بالنسبة إلينا أن حقائق الأشياء الثابتة دي من البديهيات. طب السفسطائي العنادي هينازع في هذا، يبقى ملوش أن يطالب بالدليل لأن البديهيات لا يستدل عليها، ولكن يطالب بالإيه؟ بالتنبيه. فيقول بأي تنبيه تقول؟ فنقول أو فيقول أهل الحق لأن نشاهد المشاهدات، فلو لم تكن ثابتة لما نشاهده. طبعا اعتذرنا قبل كده عن ان الشارح اعجمي، فممكن تلاقي الايه الصياغات شوية فيها ركاكة. او لانك حقيقة من الحقائق لانك يعني في ذاتك او انك في نفسك حقيقة من الحقائق، فلو لم تكن ثابتا لما تطلب منا التنبيه. ده بالنسبة لو كان يدعي بديهيا غير أولي، وبيقول بديهي خفي بس بديهي غير أولي، لكن قد يعرض له خفاء، حتى البديهيات يعرض لها خفاء بس بديهيات غير الأولية. طيب، ويؤاخذ بالدليل إن ادعى نظريا مجهولا، كما إذا قال المتكلم العالم حادث. العالم حادث ده نظري ولا بديهي؟ العالم حادث بديهي ولا نظري؟ نظري، لأنه يحتاج إلى تأمل ونظر. فلو قال العالم حادث، يقول الحكيم اللي هو الفيلسوف بأي دليل تقول ذلك؟ هنا مش هيطلب التنبيه، هنا هيطلب الدليل، لأن احنا دعينا أمرا نظريا. فيقول اللي هو المتكلم لأنه متغير، وكل متغير حادث فهو حادث. طيب، ووجه تقييد البديهي بكونه خفيا والنظري بكونه مجهولا لا يخفى. طبعا لأنه إذا لم يكن خفيا أو لم يكن مجهولا يبقى الطلب عبث في هذه الحال. فإذا أقام المدعي الدليل ويسمى حينئذ معللا، تمنع مقدمة معينة منه مع السند أو مجردا عنه. طيب، إذا المدعي أقام الدليل ويسمى حينئذ معللا ويسمى مستدلا، احنا قلنا إن كان شارعا في الدليل الإني يسمى مستدلا، وإن كان شارعا في الدليل الإني يسمى معللا، واستعمال هذا اللفظ في ذاك المعنى مجرد اصطلاح، وقلنا أن يجوز أن يستعمل أحدهما مكان آخر، فيجوز أن يسمى ناصب الدليل على الدعوة مستدلا مطلقا، ويجوز أن يسمى معللا مطلقا. طيب، ويسمى حينئذ معللا، تمنع مقدمة معينة منه، يعني من إيه؟ من الدليل، إما مع السند أو مجردا عن السند. السند أنتوا فاكرين اللي هو إيه؟ إيه هو السند؟ حضرت معانا بحث ومناظره قبل كده؟ حضرت معانا بحث ومناظره قبل كده؟ اول مره. طيب، الدليل الكهول. دليل؟ لا، اذا نقض عندما ينقض المعلم. بيقول تمنع مقدمه معينه منه مع السند. ايه هو السند؟ لان ده بحث ومناظرة. رجعت ما يذكر لتقوية المنع. انتوا افتكروا كده، انا عندي واحد اقام الدليل اللي هو المدعي، وقلنا يسمى مستدلا او معللا، فالمعترض يسمى سائلا، فيورد عليه الاسئلة. ايه الاسئلة التي يمكن ان يوردها السائل على المدعي؟ قلنا احد ثلاثة، المنع
او النقد او المعارضة، مش كده؟ والمنع معناه ايه؟ طلب الدليل على مقدمة معينة. وهذا المنع اما ان يكون معه سند او لا، ومعه سند يعني يذكر شيئا يقوي منعه، ولكن المنع لا يتوقف على السند، المنع لا يتوقف على السند بخلاف ايه؟ بخلاف شاهد النقد ودليل المعارضة، لان المعارضة مش هتكون معارضة الا بوجود الدليل، والناقد والنقد لا يكون نقدا الا بوجود الشاهد، تمام؟ فانا عندي المنع او النقد التفصيلي ده لا يتوقف على ايه؟ على السند، لكن قد يذكر السند لتقوية المنع. فيجي زي ما هنجيب دلوقتي امثلة، فيجي مثلا يقول العالم متغير وكل متغير حدث، فيجي الفيلسوف يقول له ايه؟ انا امنع المقدمة الثانية، ثم قد يمنعها ويذكر معها سندا، يقول له ايه؟ وكل متغير حادث، يقول له لا نسلم ان كل متغير حادث، لما لا يجوز ان يكون بعض المتغير قديم مثلا. فهذا ايه؟ فهذا سند، ده يذكر لتقوية المنع، والمنع لا يتوقف عليه. لكن النقد دي احنا بنراجع اهو، لكن النقد الاجمالي هو في الحقيقة ايضا منع، لكنه منع لمقدمة غير معينة. عشان كده بيكون بأحد أمرين، الشاهد لابد يكون أحد أمرين، إما إثبات التخلف أو التأدية إلى محال. والسؤال الثالث من الأسئلة التي يسألها السائل المعارضة، ودي تحتاج إلى دليل، وهي إما معارضة بالقلب أو معارضة بالمثل أو معارضة بإيه؟ بالغير. تمام. فهنا بيقول ايه؟ فاذا اقام المدعي وتتمت الفائده، احنا قلنا قبل كده ان السند منه صحيح ومنه ايه؟ فاسد. طب السند الصحيح اللي هو ايه؟ هو ما يكون اخص او مساويا لنقيض المقدمه الممنوعه. معنا دلوقتي لما بيقول كل متغير حادث، فقال لي لا انا لا اسلم بهذه المقدمه، يبقى هو يمنعها يقول ان لا نسلم، يبقى هو بيقول بعدمها، يعني بيقول بنقيض المقدمه الممنوعه. تمام. فانا لو ذكرت سندا، يعني ذكرت شيئا لتقويه المنع، يبقى لابد ايه؟ ان يكون اما ان لكي يكون منتجا، اما ان يكون مساويا او اخص. لكن لو اعم لا، لابد ان يكون مساويا لنقيض المقدمه الممنوعه او اخص. مثال، لو قال مثلا لو قال الأربعة زوج، فأنا نقضت هذه منعت هذه المقدمة وقلت إيه؟ لا نسلم أن الأربعة زوج، لما لا يجوز أن تكون الأربعة فردا؟ يبقى لا نسلم ده منع، لما لا يجوز أن تكون الأربعة فردا؟ ده إيه؟ سند المنع. تمام. فقولنا الأربعة فرد سند للمنع، وهذا السند في هذه الحالة يساوي في هذا المثال يعني نقيض المقدمة الممنوعة. المنع ليس هو نفسه السند في منع، لما قال يعني منع ان تكون الاربع زوجات، لا مش نفسه، هو مساوي. ما انت قلت نفسه، بس هو مش نفسه، مش نفس الالفاظ، هو مساوي. ما احنا قلنا السند اما ان يكون مساويا واما ان يكون اخص. يعني هو لما منع ان تكون الاربع زوجات، هذا المنطق يعني مفهومه لا ماشي خلاص، ما هو لكن هو ليس نفس المنع. المنع هو النقد التفصيلي، المنع هو النقد التفصيلي، ما هو النقد التفصيلي ليه؟ لانك بتتكلم عن المقدمه بعينها، لكن النقد الاجمالي لا. انت بتقول ده يؤدي الى المحال او 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 او, أو يتخلف، يبقى معناه ايه؟ ما هو طلب معنى كده انه انك تقول ان دليله وقد اشتمل على خلل ما. طب خلل ما يعني ايه؟ ما هو في المقدمه دي، يبقى انت كانك تمنعه مقدمه غير معينه. طيب، فاذا اقام المدعي الدليل ويسمى حينئذ معللا، تمنع مقدمه معينه منه مع السند، خلاص، كما اذا مع السند او مجردا عنه. طيب مع السند قال لي كما اذا منع الحكيم مثلا اللي هو الفيلسوف كبرى دليل المتكلم، اللي هو في قوله العالم متغير وكل متغير حادث، بأن يقول لا نسلم أن كل متغير حادث، مستندا بأنه لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما. فلو قال
لا أسلم أن كل متغير حادث، لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير قديما؟ يبقى لا نسلم أن كل متغير حادث ده المنع، لما لا يجوز أن يكون بعض المتغير ده السند؟ خلاص، إما من إما المساوي أو الأخص. السند يعني إما أن يكون أخص أو أن يكون مساويا. هذا المثال أتى بالأخص. أخص. معنا هنشرح بقى لما نوصل إيه المقصود بالأخص ونذكر أمثلة إن شاء الله. طيب. أو مجردا عنه أي عاريا عن السند. يبقى إذا أقام الدليل يبقى ممكن للسائل أن يمنع مقدمة معينة من الدليل مع السند أو إيه؟ مجرد أو المنع مجرد عن السند، فيجاب. كيف يجيبه بقى اللي هو المستدل أو المعلل؟ فيجاب بإبطال السند إذا منع مع السند. إذا كان المنع معه، إذا منع اللي هو السائل يعني مع السند، فعندئذ يجاب بإبطال السند، بس إيه؟ بعد إثبات التساوي، عشان يكون الإبطال مفيد. يعني بعد إثبات إيه؟ بعد إثبات أو بيان كون السند مساويا لنقيض المقدمة الممنوعة. لأن أنا لو أثبت المساواة ثم أبطلت هذا المساوي فقد أبطلت المساوي، وطالما أبطلت المساوي اللي هو نقيض المقدمة الممنوعة يبقى ثبتت المقدمة الممنوعة. طبعا هتفهم من الكلام كده أن المساواة كده لها معنى معين عندنا، هيبان دلوقتي، هيقولوا الآن في السطر اللي جاي. لكن إذا لم أثبت التساوي يبقى لن يكون الإبطال مفيدا. يعني افرض بين السند وبين نقيض المقدمة الممنوعة، مهند دلوقتي هو بيقول لك يجاب بإبطال السند. طب ده هذا الإبطال كيف يكون مفيدا؟ إن أنا أول حاجة أثبت مساواة السند لنقيض المقدمة الممنوعة، وبعد كده أقوم بإبطال السند. فإذا أبطلت السند أبطلت المساوي، وإذا أبطلت المساوي يبقى ثبت النقيض، اللي هو نقيض النقيض يبقى ثبتت المقدمة الممنوعة، يبقى كده مفيد. لكن لو كان السند، احنا قلنا إما أن يكون مساوي أو أخص، لو كان السند أخص، فلو أنا أبطلت السند اللي هو الأخص، بطلان الأخص لا يستلزم بطلان الأعم، يبقى مش مفيد في هذه الحالة. عشان كده قال لي الإبطال بس بعد إيه؟ بعد إثبات التساوي. يبقى ده في حالة ان يكون المنع معه سند مساو واثبتنا المساواة يبقى يجب الإبطال. خلاص، هنتعرض لكل الحالات حالة حالة. اي بعد بيان كون السند مساويا لعدم المقدمة الممنوعة. يعني ايه لعدم ما هو عدم يعني نقيض، يعني لنقيض المقدمة الممنوعة. اي بان يكون الباء ده تصوير، مش كده؟ الباء للتصوير، تصوير ايه؟ تصوير التساوي. ايوه، بأن يكون كلما صدق السند صدق عدم المقدمة الممنوعة وبالعكس. يبقى ده معنى المساواة، ليفيد إبطاله بطلان المنع. تمام، ولو أبطلنا المنع يبقى ثبتت المقدمة الممنوعة. تمام، بطلان المنع يبقى المفروض يفيد إبطاله وإبطال المنع. هو كاتب بطلان، ماشي، أطلق البطلان وأراد الإبطال. ايه؟ ابطال السند. ليفيد ابطاله اللي هو ابطال السند بطلان المنع. الضمير في ابطاله يعني؟ نعم. السند، ليفيد ابطال السند بطلان المنع. انت معاك الرشيدية يا شيخ عكرمة ولا في البيت حتى؟ اظن طيب، انت تبقى جاي تيجي بالعدة كاملة يعني. شرحنا الرشيدية خير وبركة، ما شرحناش اديك ايه بالنية يعني. نعم. الشيخ اللي قال لنا يعملوا رشيدية نفسه يعني بيتنصل من هذه الدعوة. مولانا في الحالة بالنسبة للمعلل، السائل معلل. ما احنا قلنا الوظائف دي بتنقلب، مفيش مشكلة. ما هو المعلل مش هيتني طول عمره معلل وده سائل. لا، ممكن يحصل تبادل الأدوار، فينقلب المعلل سائلا وينقلب السائل معللا. مفيش مشكلة. طيب. كأن، ده مثاله. كأن يثبت المتكلم كون قوله يجوز أن يكون بعض المتغير قديما مساويا، لا هنا مساوي بقى مش أخص، مساويا لعدم كون كل متغير حادثا. فإذا أثبت ثم يبطل بالدليل ذلك الجواز،
في الحالة دي لو أبطل بالدليل ذلك الجواز وأنا أثبتت المساواة يبقى أنا إيه تمام. أو يبقى يجاب إما بإبطال السند أو يجاب بإثبات المقدمة الممنوعة. متكلم فين؟ لا متكلم قال كل متغير حادث. نعم هو يقيم الدليل على ان هذه القضيه غير مساويه لل لا يقيم الدليل على ان سنده اللي هو يجوز وده الحكيم بيقول كده يجوز ان يكون بعض المتغير قديما. فهنثبت ان يجوز ان يكون بعض المتغير قديما نثبت انه مساوي للمنع اللي هو ايه عدم كون كل متغير حادثا. مش المتكلم بيدعي ان كل متغير حادث الحكيم بيقول لا نسلمه يعني بيقول بعدم كون كل متغير حادثا. وبعدين راح لازق في الموضوع سند لتقوية هذا الكلام وقال ايه وقال يجوز ان يكون بعض المتغيرين قديما. فانا ممكن من ضمن الطرق ان انا طرق الجواب ان انا اثبت مساواة هذا السند لنقيض المقدمة الممنوعة وبعد اثبات التساوي اقوم بابطال السند. دي طريقة في الجواب. في الطريقة الثانية ان انا ايه اثبت المقدمة الممنوعة فقال لي أو يجاب بإثبات المقدمة الممنوعة. وده أعم من أن لم يكن المانع مستندا بشيء أو يكون مستندا من أن لم يكن أو من أن يكون أو يكون مستندا بالسند المساوي أو غيره. إيه؟ حتى غيره أعم. لا ما أنا بقول هأثبت المقدمة الممنوعة فبيقول ده أعم يعني أن أنا ممكن لا يعني هو دلوقتي في الطريقة الأولى في الجواب إبطال السند فقال لي ده في حالة ان يكون في سند مع المنع وبعد اثبات التساوي بين السند وبين نقيض المقدمة الممنوعة يبقى الجواب بإبطال السند في حالة معينة. لكن الجواب بإثبات المقدمة الممنوعة ده عام يشمل ما لو كان الايه المنع معه سند او لا ويشمل ما لو كان السند اخص او كان عام او كان مساويا. فاحنا ممكن يبقى ده مطلقا كده نجيب باثبات المقدمه الممنوعه ما هو ده الاساس. والمقدمه الممنوعه ان انا اقمت الدعوه او سلمت دعوايا يعني.